في ريف دمشق، بواسل قواتنا يعيدون الأمن والاستقرار إلى منطقة القابون الصناعية التي تفصل القابون عن جوبر بعد القضاء على جميع أفراد المجموعات الإرهابية المسلحة. مراسلنا الحربي محمد جربوع رافق قواتنا الباسلة وأعد لنا التقرير التالي. المنطقة الصناعية في القابون كانت المحور الذي تقدم فيه الجيش العربي السوري مقطعا أوصال الإرهاب وطرق أمداده من عدة وعتاد، مدمرا تحصيناتهم التي كانوا معتقدين بأنها ستصمد تحت ضربات بواسل قواتنا. هذه هي المنطقة الصناعية التي سيطر الجيش العربي السوري عليها، التي تفصل بين القابون وجوبر. أهمية المنطقة هذه تكمن في قطع شريان الإرهاب والإمداد للإرهابيين من منطقة جوبر عبر هذه المنطقة، وكان يوجد فيها أنفاق كثيرة. هذه الأنفاق كانت تربط كل بناء بآخر، ومنطقة جوبر بالقابون كان يتسلل خلالها الإرهابيين لنقل العناصر والعتاد من جوبر خلال هذه المنطقة إلى منطقة القابون وبرز البلد. المنطقة التي تم السيطرة عليها تمتد على مساحة 1.5 كيلومتر جنوب القابون وشمال جوبر حتى العقدة المرورية على طريق المتحلق الجنوبي. هذه إحدى الأنفاق التي اكتشفها الجيش العربي السوري أثناء تمشيطه لمنطقة القابون الواصل من قابون الصناعية حتى داخل القابون الذي تمر من تحت الأستراد. طهارة الأرض وأمن هذه الأرض أمان في أعناقنا. بعد أن دخل هؤلاء المجرمين، بعد أن دخلوا وعاسوا في تدمير وخراب وقتل، عاهدنا الله والوطن أن نبذل كل ما في باستطاعتنا من دم وعرق وجهد لإخراج منا وتطهير هذه الأرض. تمكنا من تطهير المكان والقضاء على عدد كبير من المسلحين كانوا متواجدين فيه، وبإذن الله بنتابع التقدم لتطهير المناطق القادمة بإذن الله وبهمة شباب الجيش العربي السوري. مهما طالت الحرب نحن أهلها، ومهما عظمت التضحيات نحن لم نولد إلا من رحمها، والعاقبة للمتقين. هم رجال الجيش العربي السوري بمعنوياتهم الصلبة وإرادتهم يقهرون كل معتد، ويؤكدون على مواصلتهم القضاء على الإرهاب وأدواته وتخليص سوريا والسوريين ولكل من تسول له نفسه المس بأمن الوطن وأمانه. في أخبار التلفزيون العربي السوري، محمد جربوع، القابون، ريف دمشق.